الهدف هو شرح ما يحصل في تعز. يبدو أن المسكوت عنه في تعز أصبح على طاولة المكاشفات، حيث ظهر ملف دعم المقاومة كواحد من أكثر الملفات التي تواجه الشرعية والتحالف تعقيدا، بل ومصدر تساؤلات لكثير من المتابعين لمجريات الأحداث في تعز. تكشف التصريحات التي أدلى بها القيادي في المقاومة في تعز حمود المخلافي مدى التهاون بإسناد هذه المدينة عسكرية. الناصر أو ما وعد هو نائب رئيس الجمهورية، وعدونا كثير وإن شاء الله. ورغم مرونة الإجابة إلا أنها ظلت تحمل معنى واحدا، هو أن تعز لم تحظى بغير الوعود المتأخرة والتي لم تثمر على الأرض شيئا، في حين تشهد تعز مذابح يومية من قصف الميليشيا للأحياء المدنية، ترتفع التساؤلات عن عدم وجود إسناد حقيقي أسوة ببقية المحافظات الجنوبية ومأرب والجوف وشبوة، وتغيب فرص الانتصارات التي تحققها المقاومة والجيش الوطني. تساؤلات فيما إذا كانت قيادة التحالف غير مقتنعة بدور المقاومة، لماذا لا تدعم الجيش الوطني؟ أم يراد أن تظل تعز جبهة استنزاف فعلا، خصوصا أنها تشهد حرب شوارع يومية؟ يقول الناطق الرسمي باسم المجلس العسكري إن الجيش الوطني في تعز يقاتل جنبا إلى جنب للشهر السادس دون مرتبات، ليضيف: قررنا اليوم أن نوصل عتابنا، ليس ندما ولا هزيمة ولا ضعفا، وإنما نبعثها ونحن أكثر صمودا وأشد قوة في مواجهة الميليشيا. تعيش تعز بفعل الحرب وضعا كارثيا يقابل بصمت وتواطؤ إنساني وسياسي ودولي، حرب وحصار وخذلان يجتمع العسر مرة واحدة لأكثر من عام. إنها تعز المدينة الحاضرة في وجدان اليمنيين والجزء الجامع لهويتهم على تنوعها وغناها. نحن مستعدين، أولا أني مستعد بهاون 82 و150 طلقة، وأنا مهديها للمقاومة في تعز. إلا أنه حين يكون البارود هو لغة الحديث في هذه المدينة، تصبح أصوات المدافع وأزيز الرصاص هو الصوت الأعلى في الحوار بين الموت والإنسان.